سادة الشاوي، الشكر كذلك موصول لتقرير منظمة يومن رايت ووتش ديجا حول حرية التعبير بالمغرب. أولا مجموعة الملاحظات، وأظن أن الرأي العام الوطني وكذلك الدولي توصل بلاغ الجمعية فيما يخص هذا التقرير، والذي يهم كذلك موقفنا كجمعية تدافع عن حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية في مجموعة من القضايا سواء المعروضة على القضاء أو غيرها. هذا التقرير يمكن نعطيه عليه مجموعة من الملاحظات اللي هي كتعلق بمجموعة من المغالطات اللي عمدا ضمنتها المنظمة في هذا التقرير، وهي تعرف أن الهدف كان عندها من التقرير هو استغلال هذه المناسبات ديال الأعياد في شهر جويلية وأوت في المغرب من أجل الضغط على السلطات، من أجل الضغط على الدولة المغربية فيما يخص ملفات معروضة على القضاء ضاربة عرض الحائط. مبدأ استقلال القضاء، استقلال السلطة القضائية ضاربة عرض الحائط حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية في مجموعة من الملفات القضائية، واللي البعض منها صدر فيه حكم نهائي، يعني حكم حائز لقوة الشيء المقضي، وهناك ملفات لا زالت رائجة أمام القضاء. مع الأسف الاختيار هذا التوقيت اعتقدت Human Rights Watch أنها يمكن لها تضغط على مؤسسات وعلى دولة ب 150 أو 143 صفحة اللي طالعت عليها باش يمكن تغير مجرى ديال المحاكمات. اعتبرت Human Rights Watch أنها لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة. هذه مجموعة من الملفات مع الأسف اللي معروضة أمام القضاء واللي استغلتها Human Rights Watch، وماشي لأول مرة هذه المنظمة كتستغل هذه الملفات أو كتصدر تقارير بشأنها، بل هذه تقريبا سنوات وهي تعيد إنتاج نفس التقارير وتسرب أو تسرب نفس المغالطات، طبعا لأنها دخلات واحد المنهجية ديال صناعة ملفات. وكنعرفوا بأن هذه المنظمة طبعا ماشي عن حسن نية تدافع عن متهمين باعتداءات جنسية وعن مدانين باعتداءات جنسية عن المغرب، ولكن عندها أهداف سياسية، وإذا رجعتوا للتقرير بتفاصيله ستلاحظون مجموعة من الخروقات التي أولا تتعلق بالملفات، وغنعطيو بعض الأمثلة منها باش نجاوبوا، لأن من قام بالملاحظة لوبسيرفاسيون في هاد لي بروسي اللي كانوا في المحكمة هو أولا معروف أحمد رضا الشامي، رضا بن شمسي، يعني معروفة مواقفه مجموعة من القضايا. أصلا أنه يتم تعيين هذا السيد يكون هو الملاحظ كاين فيه خلفية تحكمه هذا الملاحظة أصلا اللي غتكون في هذا الملفات، بمعنى النية مسبقة والحكم مسبق، وذلك كان ظاهر من خلال مجموعة من المواقف اللي صدرها لا أحمد رضا بن شمسي في تقارير جزئية اللي كانت متبعة المحاكمات وكانت فيها أحكام جاهزة حول الدعاوى وحول هاد لي بروسي بأنها إنيكيتابل، مع العلم أن المحاكمات كانت مازال في البدايات ديالها واعتبروها بأنها محاكمات غير عادلة. ثانيا هذا التقرير اعتمد على الاستماع لطرف واحد اللي هما المتهمين والعائلة ديالهم والدفاع ديالهم، في حين تم تغييب كلي للضحايا. ما تمش ولو أن حتى الضحايا طلبوا لقاء الممثلين ديال Human Rights Watch، ولكن يوم ما جاوباتهم لأنه ماشي في صالحها أن تستمع للضحايا. Human Rights Watch ضمنات مجموعة من المؤاخذات اللي كتعلق
السلطات والمؤسسات كان المفروض انها تمشي تلجأ لهم باش تسمع الصوت ديال الطرف الاخر، ولكن هيومن رايت واتش كانت باغيه تسمع الصدى ديال الصوت ديالها اللي هي جايه من اجل المغرب باش تعد لينا مثل هاد التقارير ذات الاحكام الجاهزه. قلت هيومن رايت واتش ولات عندها خبره في صناعه هاد الملفات وتعاون مع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، لانه الى رجعتوا للتقرير هيومن رايت واتش كتشكر جمعيه وحده اللي تواصلت معها هي الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في التقرير، ما قدمتش الشكر حتى لشي جمعيه اخرى او متدخلين اخر. قدمت الشكر كذلك لدفاع المتهمين استاذ فلان وفلان خوا وكاتها بوكا في التقرير، وطبعا الدفاع ما يمكنلوش يكون محايد لانه كيكون في صف الطرف اللي كيدافع عليه الموكل ديالو، لهذا الاستماع فقط لهذه الجهه دون هذه الجهه هي اصلا كان متعمد من طرف هذه المنظمه، واصلا تقرير موضوعي وعلمي منهجيا المفروض يستمع لجميع الاطراف ما يصدرش احكام، لان هيومن رايت واتش ما عندهاش الاختصاص ديال تصدر احكام، كتستمع في اطار البحث والتحري وكتعطي الوقائع وكتصدر توصيات، اما وانها تبدا تعطي احكام حول هذه المحاكمات وكاين محاكمات لا زال صائبه امام القضاء فهذا خرق سافر من المعتقدات، في خرق سافر لضمانات المحاكمه العادله تدخل في القضاء على القضاء، محاولة تأثير على القضاء، وداروا مجموعة من الممارسات خلال المحاكمات، وثانيا عدم استماع للضحايا في خلق سافر اعتبار أن الدولة استعملت هؤلاء الضحايا للإصاحة بالمعارضين تعتبر في هتك، إذا كانوا الضحايا معرضين لانتهاك جسيم من طرف المتهمين والمدانين بالاعتداءات اليوم كذلك انتهكت حقوق الضحايا وامتيازات العقارات قررت ان هؤلاء الضحايا تم استعمالهم من طرف الدوله من اجل الاطاحه، لان فيه تكريس بل تعزيز هذه المعاناه ديال الضحايا نفسيات واقتصاديات واجتماعيات. نعطي أمثلة على بعض الملاحظات اللي باش يمكن نفهموا بعض الأمور اللي في التقرير. التقرير ديال هيومن رايت واتش كيعتبر الناس كتستعمل وسائل قمع جديدة في الوقت اللي كانت في مراحل سابقة، يعني في سنوات الرصاص اللي كانت قبلنا كان هناك محاكمات غير عادلة، كان اختطاف، كان اختفاء القصري، كان التعذيب، كان فيها مجموعة ديال الفروقات، والمغرب من خلال تأسيسه لهيئة الإنصاف والمصالحة راه تم الاستماع في جلسات استماع مطولة لضحايا سنوات الجمر والرصاص، وتم تعويض مجموعة منهم اللي تعرضوا لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عقود سبقت. يعني المغاربة تصالحوا أولا مع تاريخهم وكانت لهم الجرأة في اختيار مبادرة أو إجراء العدالة الانتقالية، ما عندناش عقدة من تاريخ المغرب الذي تصالح، الذين لم يتصالحوا مع تاريخهم ومع عداواتهم احنا كنشوفوا الجيران ديالنا وما يقع في دول مجاورة لتجارب لم تستطع أن تتصالح مع تاريخها. مع الأسف هناك من يزعجه هذا المسار طبعا من خصوم من الداخل ومن الخارج، وهناك من لا يتقبل هذا الامتداد، هاد التحولات اللي كيعرفها المغرب رغم كل الأزمات، رغم كوفيد، رغم كيفاش الدولة المغربية، كيفاش المؤسسات، كيفاش المواطنين تعاطوا مع مجموعة من الأزمات منها الأزمة ديال كوفيد إلى غير ذلك، هناك من يزعجهم هاد الحكمة في تدبير مجموعة من الأزمات اللي عرفها المغرب، وبالتالي يحاول تشويش على هذا المسار، ويتم استغلال مثل هذه المنظمة ومنظمات أخرى اللي داخل التقرير تتحدث
عن لو لوجيسيال بيجاسوس، بانه مع العلم والجميع يعرف بانه تم رفع شكاوى من الدوله المغربيه فرنسا، طبعا عدم القبول لانه كان فيها خلل شكلي على اعتبار ان الدوله ما عندها الصفه، ولكن في مضمونها لم يستطع اي احد ان يثبت بانه فعلا المغرب راه كيستعمل هاد لو لوجيسيال باش يتجسس على من يسمونهم هم معارضين بالنسبه للمؤسسات داخل المغرب. اعتبرت هيومن رايت ووتش انه كاين مجموعه من الاختلالات اللي شابت هاد المحاكمات. لي ديتونسيون بروفيزوار برولونجي، اعتبرت بانه مده الاعتقال الاحتياطي كانت طويله. انا نقول لكم، وانا كنت كنوب في ملف المتهم عمر راضي على الطرف المدني، بان الذي كان في كل مره يلتمس تاخير الملف ودون سبب مقنع هم دفاع المتهم، والمتهم احيانا بدعوى ان عنده اعتبارات صحيه، والطرف المدني لم يسجل عليه ولو مره واحده انه التمس تاخير الملف. المحكمة كذلك لم يسجل أن أخرت الملف تلقائيا من نفسها، وبالتالي الذي أطال في مدة الاعتقال الاحتياطي هو المتهم ودفاع المتهم. ولكن مع الأسف هيومن رايت ووتش كتجي وكتقول لك لا، لأنه تم تطويل هذه المدة ديال الاعتقال الاحتياطي، مع العلم أنه بنات على مدى هاد الأحكام بناتها على تصريحات المتهم، على عائلة المتهم، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى دفاع المتهم. وأنه في المقابل أن هيومن رايت ووتش كان عنده ملاحظ داخل الجلسات، والمفروض هذا الملاحظ يكون أمين ونزيه، لأن الحيادية كتطلب منه يكون متمتع بهذا الكاليتي باش يمكن له يدير الملاحظة ويقرر بأنه فوالا ها الجلسات كيف كانت تمر، ومن كان يطلب ويلتمس تأخير الجلسات في كل مرة بدعوة باعتذار أو بدعوة من الادعاءات اللي كانت لا أساس لها، كان فيها الهدف هو تأخير الملفات من أجل تمطيط هذه الجلسات، ومن أجل استغلال هذا الوقت للتشهير بالضحايا وتزيد لهم في المعاناة ديالهم، وتزيد تضرب في حقيقة في العمق شروط المحاكمة العادلة. لاكسي او دوسيي، كتقول لك إنو إو لاكسي أو دوسيي دو رادي إريسوني كابخي لو ديبي دو لوغ بروسي. وعلى فوقاش غادي يطالعو كنظن كابخي لو ديبي دو لوغ بروسي؟ كنظن غيطالعو على الدوسي ديالو مع بداية المحاكمة، ما غيطالعوش عليه عند الشرطة القضائية. راه كاين هاد البلاد راه فيها قانون وفيها مقتضيات قانونية إجرائية وموضوعية، والمفروض انها تلزم الجميع، وما غاديش تجي هيومن رايت ووتش تعطينا بديل في هادشي، لانه لا النيابة العامة ولا الشرطة القضائية ولا المحكمة ملزمة باحترام هذيك المقتضيات، وماشي هيومن رايت ووتش اللي غتوضع لنا الاجراءات والمساطر اللي غنتبعوها وغادي نخالفوا المقتضيات المسطرية والاجرائية اللي كاينة. الى طلعوا على ملفاتهم مع بداية المحاكمة، وكنظن هذا هو المفروض، وهما طلعوا على ملفاتهم باش يعدوا الدفاع ديالهم. اكثر من هذا، خلال مرحله التحقيق عندهم اكثر من 20 محامي اللي كان كينوب عليهم قبل ما تبدا المحاكمات امام هيئه الحكم دوفون لي زاسيز، كان عندهم اكثر من 20 محامي كانوا كياخروا الجلسات كما يشاءون. كان المفروض ان هيومن رايت ووتش تسرد هذا الشيء وتقول ها اللي كان اخذوا، وها الوقائع اللي وقفنا عليها، وها الطرف المدني اشنو كيقول. ولكن مع الاسف هادشي كله غائب في تقرير منظمه هيومن رايت ووتش. بالنسبه للملف بار اكزومبل، انا كنعطي دي زيكزومبل باش نعرفوا هاد المحاكمات كيف مرت. كتقول بانه بالنسبه للريسوني ما تمش الاحترام شروط المحاكمة العادلة،
لانه لو تيموان اللي كان عنده رفضت، مع العلم ان لو تيموان يقاتلوا المحكمه، اللي هو اللي كان الكاميرامان حاضر معاهم وصرح امام المحكمه الابتدائيه. الذي لم يحترم شروط المحاكمه العادله هو المتهم اللي رفض يحضر المحكمه وادعى انه راه دار اضراب عن الطعام وان وضعه الصحي، ويشترط الحضور الى المحكمه على كرسي متحرك وبلومبيلونس ويكون معاه الميدسان، مع العلم انه المحكمه ارسلت طبيب وطلع على الوضعيه الصحيه ديال سليمان ريسوني واعتبرته بان عادي ويمكن له يحضر جلسات المحاكمه. استغلال هذه المسائل اشنو كان الغرض منه؟ هو تبيان بان هناك انتهاكات وضعيه صحيه للمعتقل خلال مرحله الاعتقال الاحتياطي وعدم تمتيعه بحقوقه كسجين في اماكن الاحتجاز الى غير ذلك، باش تستغل يوم ريتوش تجي تكون. والحقيقه ليست كذلك، لانه كاين شواهد طبيه للوضعيه الصحيه والجسديه للمتهم الذي كان يرفض من اجل ابتزاز المحكمه، وكان يتم الانتظار بعض المناسبات اعياد الى غير ذلك باش يتم نفس الاسلوب اللي كتستعملوا هيومن ريت واتش، كتستنى عيد العرس، كتستنى عيد الشباب الى غير ذلك باش تضغط على السلطات وعلى الدوله المغربيه. هذا هو واقع الحال، ليس هناك اي خرق، بالعكس. وانا اقول لكم ملفات مثل هاته امام المحاكم المغربيه ملي كيكون فيها المتابعه كبيره للراي العام، ملي كيكون فيها ملاحظين وطنيين ودوليين، بالعكس المحكمه كتكون حازمه في التفاصيل باش يمكن ما يتسجلش حتى اي خرق. بالعكس حنا كنا كنحتجوا احيانا على هذا التمطيط اللي كيمس الحقوق ديال الضحايا. ثانيا بالنسبه لمجموعه ديال الملتمسات اللي كتتعلق بما هو اجرائي دفوع شكليه نسميها نحن في القانون المسطره الجنائيه، دفوع شكليه اللي كتجي في المرحله الاوليه. رفضات طبعا، وهذه السلطه كيعطيها القانون المغربي. دابا هيومن ريت واتش كتناقش مجموعه ديال الامور التي تتعلق بالقضايا معروضه على القضاء المغربي، وبغاتنا نطبقوا فيه قانون اخر ماشي القانون المغربي. كتقول لك القانون الدولي لحقوق الانسان خصو يتطبق على هاجر ريسوني. بالله عليكم، واش في المغرب ما كيطبقش القانون فيما يخص مقتضيات او جريمه الاجهاض على النساء في المغرب؟ غنطبقوا القوانين اخرى على المتابعين بجريمه الاجهاض داخل المغرب. هاجر ريسوني الى تمتعت بالعفو فلانه كانت ظروف معينه، وكان فيها اشاره ديال خصنا حنا كمجتمع وكما قالت الاستاذه حنا ندافع على تغيير هذه المقتضيات. ولكن اذا كان هناك من ظلم فالقانون اللي ظالم وليس المحكمه التي طبقت القانون. المحكمه مجبره بتطبيق القانون بمساواه بين جميع المتقاضين. ما يمكنش نطبقوا على هاجر ريسوني قانون ونطبقوا على المغربيات الاخريات قانون اخر. وبالتالي كيبان بان هيومن رايت واتش كتستغل، وبناء على ماذا؟ على تصريح هاجر ريسوني، على تصريح العائله ديال عمر رضي، على تصريح الزوجه ديال سليمان ريسوني. طبعا ما يمكن لهمش يكونوا محايدين لان هادو اطراف معنيه في هذه الخصومات. المفروض ان هيومن رايت واتش تكون هي موضوعيه وعندها معايير المحاكمه العادله العلنيه والدفاع والحضوريه والمتابعه ديال الجلسه الى غير الملاحظين، واش حاضرين، واش القاعه مفتوحه، واش القضاء كيحترم التوقيت، الى عندها المعايير المحاكمه العادله تلاحظ واش هذه المعايير احترمت في هذه لي بروسي ولا لا. اما تقول لنا مثلا نصر زيان اليوم هيومن رايت واتش كتبحث تبيض تاريخ ديال محمد زيان، لكلشي كيعرف محمد زيان النقيب السابق والوزير السابق وتاريخه نعرفه جميعا في الوقت اللي كانوا المناضلين الحقيقيين في سنوات الجمر والرصاص كيتعتقلوا كيتعذبوا، كان محمد زيان كينوب ضدهم، كان محمد زيان انا كاين. واليوم كتعتبر هيومن رايت واتش بان نصر زيان إلي أغسولي باغ لي زوتوغيتي باغسكو إلا ديفوندو نصر الزفزافي. فوقاش هاد نصر زيان إلي أغسولي؟ دابا الإقحام ديال مجموعة ديال المعطيات اللي
هارسولي باسكو هاد السيد تخبط في كوفيد كيبيعوا لي بافيت العباد الله مغشوشين غي وكانت ازمه ديال كوفيد داخل البلاد الوغ ولا لي زوتوريتي لارسيل. والنويضي هذا اللي كان مستشار في مرحله من المراحل ديال الوزير الاول سي عبد الرحمن اليوسفي اليوم ولا الابن ديالو اللي هو كذلك تبع واعتقل في اطار هذا الملف ديال كوفيد والتجار في هاد لي ماسك اللي كانوا عندنا تعتبرته هو بان ابنه التابع لان النويضي دار الملاحظه في ملف. بالله عليكم واش هذه مساله منطقيه كتدخل ان دوله ومؤسسات غادي تتحرش لان ارسولي ب الابن ديال النويضي فقط لان باه كان كي دار الملاحظه في ملف ديال الريف على اين مجموعه ديال المغالطات اللي تخلات هاد التقرير. وكي لا اطيل لانه كاين مداخلات اخرى طبعا ستدخل في مجموعه من القضايا نبغي نقول بان ما اعتبرته هيومن رايت واتش انها وسائل قمع دي زوتي بور ليتا كو ليتا اتوليز بور ريبريمي لي سي ديتراكتور. هذا اسلوب اليوم ولات كتنهجوا هذه المنظمه اضافه الى منظمات اخرى راه معدوده محسوبين ثلاثه ولا اربعه المنظمات فوربيدن ستوريز منظمه العفو هادو دائما ويتم استغلال نفس الملفات التي يتم اجترارها الان. كنظن اليوم عندنا ملف طنجه ديال ضحايا اعتداءات جنسيه من رجل اعمال فرنسي من اثرياء فرنسا يوم نريتونش ما سولاتش الى حدود اليوم في ضحايا الاعتداءات الجنسيه اللي هما شبكه اجراميه عصابه اجراميه للتجار بالبشر في طنجه. كنظن منظمه حقوقيه كان المفروض ان على الاقل وخاصه وان الملف خدا واحد البعد الدولي على اعتبار ان المتهمين في هذا الملف من جنسيات مختلفه كان المفروض ان هاد النزعه الحقوقيه اللي بغات تغلطنا بها يوم رايت واتش انها تكون في ملفات اخرى ملف جاك بوتي ملفات الجنس مقابل النقاط اللي المجتمع المغربي كلها تبعها في الجامعات المغربيه ومواقع يوم رايت واتش خارجه بل تستغل ملفات معينه لانها كتعرف صناعتها لان ما غادي تصور والو من ملف ديال جاك بوتي ما عندها حتى ربح سياسي ولا مادي على اعتبار ان المانحين حتى هما داخلين في اطار هذا التسييس ديال هاد الملفات طبعا ولانه جهات اخرى من خارج اطراف اخرى كتوجه هاد المنظمات على حسب الوضعيات ديال الدول سوسيو الاستراتيجيك كيفاش يمكن لها تستغل الوضعيات واحد المرحله راه كتوجهها لهاد المنطقه وهاد المرحله الان هيومن رايت واتش في منطقه شمال افريقيا والهدف هو المغرب ولكن اقول مع الاسف اخطاوا العنوان لان هذه بلاد عندها تاريخها عندها مؤسساتها عندها قوانينها كتبني عندها اختلالاتها عندها نواقصها عندها مشاكلها كتبني وحنا كنا في هذا المسار. اليوم الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا اذا كانت عندها مؤاخذات فهي اساسا لان هيومن رايت واتش زادت من معاناه ضحايا الاعتداءات الجنسيه ودافعت عن المغتصبين. شكرا لكم.